نعاود نصور لكم ما انتو جيتي فقرتي نعرف ديما ما نصور لكمش عادي ملي نستعملوا مع بعضنا ما احلاها. شكون عندي غيركم مينا؟ انا شكون عندي غيركم ملي نستعملوا مع بعضنا ونشريوا مع بعضنا؟ اسمو ما انتو جيتي رخاص مش غاليين، فما شعرات شويه لك شويه ما شويه مش برشا، معناها اذا نحسي ده وجهي يستاهل تصليحه من تصليحاش ناخذ له حاجه غاليه. ما اغلبيتي معناها فشنو هو البلاد اللي نحب نمشي لها؟ نحب نمشي يعني نعيش التجارب ونعيش فيها مثلا اسبوع، نجرب اكلها، نعيش مع ناسها، خاطر انا ناسها يعني دايرين بيا ويحبوني متابعيني. بصراحة يعني هي فلسطين تعرفوا انه حاولت كثير ونرفضت صراحة، مش عارفة ليش، لكن والله بخاف انسى حالي كثير وانا عندي موعد، مش موعد يعني لازمني نزل المسابقة في الوقت اللي وعدتكم فيه وافتح بث انستغرام في الوقت وانا ماخذة راحتي هون. فنكمل لكم يعني رفضت من فلسطين، ان شاء الله مش راح أقيس، يعني راح احاول لبين ما يقبلوني. والله مستحيل. ف